أضع بين أيديكم الحقائق والوقائع وبالأرقام وبموجب القوانين المرعية لمصرف لبنان. من جديد، أعادت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون التأكيد على أنها لم تتراجع عن مذكرة الجلب بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، مشددة على أهمية تنفيذ هذه المذكرة. فهل ستنتصر غادة عون قضائيا على رياض سلامي؟ ومن يحمي الأخير؟ أنا لا أخاطب العواطف ولا أخترق ولا أحترف صناعة اليأس، إنما ألتزم القانون وأتحدث بالأرقام. بشكل مفاجئ، أكدت معلومات صحفية وبحسب موقع النشرة أن القاضية غادة عون كلفت جهاز أمن الدولة بأحضار سلامي قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 بوط الحالي. وهذا القرار ناتج عن تغيب سلامي عن حضور ثلاث جلسات متتالية. وبالفعل قام المجلس المركزي، وعبر السنوات كلها اللي كنت فيها أنا حاكم لبنك المركزي، بتحديد موازنة البنك وبقطع الحساب للبنك. وهالأمر هيدا مهم ولازم أذكركم إياه لتعرفوا أنه بمصرف لبنان ولا حماية استقلالية هالبنك اللي نحنا متمسكين فيها، في قواعد للإشراف على الحسابات تبع البنك، قواعد بتشير إلى الحوكمة وإلى الشفافية. يلعب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دور المدافع الأبرز والأهم عن رياض سلامي، فهو مقتنع بأن قرار إقالة سلامي ليس محل توافق في مجلس الوزراء. لكن لميقاتي نظريته التي تقول أن سلامي ضامن لعدم حصول انهيار كبير في سعر العملة الوطنية، وقد اتفق معه على آليات لجعل سعر الدولار أقل بكثير مما كان عليه نهاية العام، حيث يسعيان إلى جعل سعر الدولار يتراجع عن سقف 20,000 ليرة أيضا بحسب ما جاء في جريدة الأخبار. وفي هذه المناسبة اليوم لابد أيضا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق أقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في أي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى. وبشكل صارم وحاسم هدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلا: إذا أقيل سلامي سأستقيل فورا، بحسب جريدة الأخبار. وطالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي نعمل لتحقيقها فأننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على أساسها، وندعو الجميع إلى التعاون معنا لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين. أما رئيس الجمهورية ميشيل عون وخلال مقابلة عبر الأخبار أكد أن مصرف لبنان قد ارتكب أخطاء جسيمة وإدارته كانت سيئة، لذلك اتخذنا في مجلس الوزراء قرارا بإجراء تدقيق جنائي يوضح مصدر الخسائر والمسؤولين عنها، ولم تكن لدينا فكرة مسبقة أن نكون ضد رياض سلامي. الحلول بالمنطقة، عم يبعد الحل بلبنان وهيدا مش مقبول. اليوم قبل بكرة لازم تجتمع الحكومة وتعالج المشاكل بمجلس الوزراء بأي شرع. يبقى السؤال الأبرز في حال إقالة سلامي، من يمكنه أن يدير مصرف لبنان؟ وهل يمكن لحارس قضائي أن يدير اللعبة بطريقة ذكية؟